السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدين قناة الجزيرة مباشر. نحن ما زلنا في هذه التغطية المستمرة والتي نطلب بها عليكم من إحدى المخيمات العشوائية هنا بريف إدلب. طبعا نسرد لكم اليوم في هذه الجولة القصيرة وضع النازحين الوافدين من جحيم القصف والهجمة الشرسة على بلدات ريفي إدلب الجنوبي والشرقي. طبعا هؤلاء النازحين وصلوا على عجل إلى هذه المنطقة إلى ريف إدلب الشمالي إلى البساتين إلى الحقول. بدأوا بنصب خيام طبعا مهترئة، خيام لا تقيهم برد الشتاء كما تشاهدون خلفي في هذه الصورة. طبعا الآن هؤلاء وصلوا حديثا، يقوموا الآن ببناء خيمة. طبعا أغلب أطفال بحاجة إلى ألبسة. نريد أن نوصل رسالة إلى المنظمات إلى الجمعيات الخيرية أن تقوم أن تتوجه إلى المخيمات العشوائية أن توصل لهم ما يحتاجون هؤلاء الأطفال هؤلاء النازحين الواصلين الفارين من جحيم القصف. والله الوضع بهذا المخيم يعني مأساوي لدرجة ما يتصورها العقل يا أخي العالم. والله هنا يعني الأطفال يعني دحقلة عريانة جوعانة، عالم يعني مشردة، يعني جت يعني عالم حالتها تعبانة بشكل. بقى نطلب من الأخوة من المنظمات من الهيئات إنه ينظرون اللي يعني حالة هالشعب مثل ما أنت شايف، أنت يعني الشعب وضعه تعبان، بل شي يعني ينظرون بوضعنا مثلا مثل تدفئة مثل خبز مي يعني ألبس لها الأطفال. يعني العالم يعني حالتها مأساوية بشكل ما يتصوره العقل. بقى نطلب من الأخوة بل شي المساعدة، يد المساعدة لها. المخيم العشوائي يطلع، هذا المخيم يطلع عدد سكانه يعني شي 500 أو 600 عائلة يعني، والكل وضعه يعني تعبان لأنهم عالم انزحت. والله ما عندهش يعني وضعها يحزن، انزحت من شدة الضرب والقصف يعني. يا الله نجت بأطفالها وأرواحها. بقى ونطلب من هالعالم أنه ينظرون لوضعنا. طيب الناس اللي وصلت حديثا لهذه المنطقة لهذا المخيم مع شيء خيام مع شيء كذا يا أخي؟ والله غالب الناس يعني كل الناس مو غالب الناس ما عندها لا خيام ولا شيء. بس هاي يعني انا اقول لك يعني هالعالم اللي تشوفها هاي الخيمة الحزن الموجوده، لان نزحنا قبل هالمره يعني العالم لبشت هالوضع هيك على مثل ما انت شايف، وما كنا نتوقع انه ننزح مره ثانيه. ردت العالم انزحت مره ثانيه، بل مرت الثانيه لا حول ولا قوه. الوضع شتويه وبرد، لا في مي لا في خبز. الخبز مشكله، الخبز مشكله يعني صعبه للغايه. عالم يعني ما عندها حق شيء تاكل، يعني حق ربط الخبز ما عندها. طيب عم هاي الخيم الان عبنوها بعض الناس شايفينها انه اكياس نايلو هاي بتحميهم من برد الشتاء. والله ما تحمي ولا ما تحمي يا اخي، بس العالم ايش بدها تسوي؟ يعني بدها بابسط شيء توقي حالها، يعني بابسط شيء نايلو. يعني النايلو يعني كيس النايلو ايش بده يحمي من برد؟ ما يحمي شيء، ولكن العالم لا حول ولا قوه لها. يعني بأبسط شيء بدها تحمي حالها، يعني ايش بدها تسوي؟ هذا الوضع مثل ما انت شايفه، وضع دحقله، بل ناس بتشون، ناس بالعراء برا، اطفال جوعانه عطشانه عريانه، يعني ابشع من هالوضع. هذا الوضع ما هذا الوضع ابشع من هالوضع وأسوأ من هالوضع. بقى نطلب من الاخوه عسى الله انه الله يهديهم انهم يدحقون لهالمخيم، ينظرون على هالمخيم، وأكثر من هيك ما بدنا.